والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب نحن في رحاب سورة الرعد الآية الخامسة وإن شاء الله الآية السادسة عندما يقرأ الإنسان هذه الآيات المباركة من هذه السورة ومن السور المكية الأخرى يستطيع ان يصور في ذهنه المجتمع الجاهلي في مكه وفي الجزيره العربيه وما حولها وفي كل العالم الجاهليه لم تكن منحصره في الجزيره العربيه بل كانت الجاهليه تغطي الكره الارضيه كل بحسب يمكن في منطقة جاهليتها أكثر وفي منطقة أخرى جاهليتها أقل. تفعيل العقل كما قلنا ونحن نركز على هذه الكلمة ليست الكلمة منا هذه الكلمة أو الجملة نستوحيها من القرآن. من مفردات القرآن الكريم: أفلا يتفكرون لقوم يتفكرون لقوم يعقلون كما أشرت في الليلة الماضية، المشكلة في المجتمعات الجاهلية ومع الأسف في عصرنا هذا أيضا، هناك جاهلية متطورة بلباس اخر بغطاء اخر بتنميق اخر ايضا مزركش ظاهره مدنيه وحضاره وواقعه جاهليه من الصفات البارزه للانسان الجاهل وللعصر الجاهلي وللاقوام الجاهلين اللجاجه وهذا مرض عضال يصيب الانسان يصبح لجوجا لا يريد ان يقبل الحق ما عنده ادله ما عنده براهين ما عنده استدلال ولذلك ترى الانسان الجاهل فقط يستبعد يقول شلون يصير؟ شلون يصير؟ مو دليل من يقول شايفين بال... لما نقعد مع الناس لما تطرح له في الموضوع جدا مهم عقائدي او فكري او ثقافي يقول عجيب لا ما يصير كذي من يقول ما يصير كذي عندك دليل عندك برهان عندك استدلال هذه الجمله تعلمناها في الحوزات العلميه نحن او نحن ابناء الدليل أينما أينما مال نميل أينما مال مال يعني اتجه أينما مال الدليل نحن نميل إليه جيب دليل يقنعني بشرط أن يكون الدليل مطابق للقواعد العقلية للثوابت العقلية للبديهيات مو تجيب لي شيء متناقض التناقض لا أقبله مثل أن تقول الآن ليل والآن نهار ما يصير أي عاقل ما يقبل هذا مو تجيب في تضاد بي أبيض وأسود في نفس الوقت وفي نفس المكان ما يصير بشرط أن يكون الدليل مطابقا للواقع ومطابقا للبديهيات العقلية والعقلاء يقبلونه أكثرية العقلاء يقبلون في الشيء مثل مثلاً مثل حسن الحسن والقبح العقليان يعني مثلا الظلم قبيح كل الفطر جمع الفطرة البشرية تقبل هذا العدالة جيدة حسنة هذا كل واحد يقبل سواء كان افريقي هندي باكستاني عربي عجمي ماكو فرق المشكلة في المجتمع الجاهلي كانت مشكلة اللجاجة. ومشكلة الاستبعاد. ولذلك في هذه الآية القرآنية من سورة الرعد الآية الخامسة يصور لنا هذه الحالة. يخاطب الله سبحانه وتعالى نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "وإن تعجب.. يعني يا رسول الله انت متعجب منهم اي نعم يعني حقك تتعجب هذا تقريبا فيه نوع من انه من حقك ان تتعجب لان الرسول في قمه الفكر في قمه التعقل كلمات هاي لا تليق بالرسول رسول الله مؤيد من قبل السماء مؤيد من قبل الوحي معصوم حجة الله على الأرض بس بالنتيجة بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يتعجب يحزن يفرح يضحك يتبسم يدام يأكل يمشي إنما أنا بشر مثلكم مثلكم من صفات الإنسان أنه يتعجب لما يشوف شيء غريب مو معقول يتعجب الله يخاطب رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله يقول يا رسول الله كلمة يا رسول الله بالقرآن ماكو ولكن هذا معنى وإن تعجب يا رسول الله أنت تتعجب حقك تتعجب منهم فعجب قولهم اكفت شيء غريب وعجيب شنو ذاك قولهم قول من؟ الجاهليون الذين حولك في مكه من اقربائك ايضا وان تعجب فعجب قولهم شنو قولهم؟ نقطتين شارحه في الرسم القراني ماكو نقطتين شارحه بس مبين بعد فعجب قولهم يعني هذا القول الذي يقولونه شيء عجيب عجيب يعني غير معقول فعجب قولهم شنو قولهم؟ أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد طيب وين الدليل؟ وين البرهان؟ لازم تجيب لي برهان فقط يسأل شوف السؤال بشكل استنكار مو بشل الاستفهام عندنا سؤال إخواني عندما تذهبون إلى عالم بس عالم في الفيزياء في الكيمياء أو في الدين أو في الطب كونوا متواضعين تواضعوا للعلم يمكن العالم مسيحي بس علمه إلى أهمية إلى قداسة انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال تواضعوا للعلم وبتواضعكم للعلم تواضعوا للعلماء تواضعين شنو يعني أقبل إيده ورجله لا ما يحتاج تواضعوا لكلام الحق اكو ناس يجون عند العلماء خصوصاً العلماء رجال الدين يعني فقط يريد يستشكل فقط يريد يلج لجاجة عنده هذا ليش تروح أصلا إذا تريد تروح تتعلم لازم تتواضع للتعلم في التعلم هسا ما تريد تبوس إيده مو مهم طبعا من آداب التعليم والتعلم أن تسلم عليه وتجلس أمامه بتواضع هكذا علمونا عندما نريد أن ندرس عند الأستاذ لا تذهب إلى العالم أي عالم بشكل استنكار سؤالك مو سؤال استفهام، استفهام يعني طلب الفهم، يعني اريد افهم، اريد اتنور، مره انا جاي فقط اريد ان انازع، اجادل، الجدال حرام، شيء ما يفيد، جدال ليش؟ ما نتيجة شوفوا كلام الجاهليين هذا، (اإذا كنا ترابان) مثل واحد يريد يتكبر على الرسول. يخاطبون النبي بهذا الخطاب. طبعا ما يقولون يا رسول الله، يقولون يا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. أإذا كنا ترابا، يعني لما نصير تراب، لأن الإنسان لما يموت يصير تراب. أعضاؤه جوارحه عظامه تتفتت. أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد؟ كانوا ينكرون المعال أوائل السورة سورة الرعد شوفوا الترتيب القرآني جدا مهم لما تقرأ قرآن التفت لهذا الترتيب والتنسيق النسق القرآني السياق القرآني من أول الآيات في الآية الأولى في الآية الثانية في الآية الثالثة ونحن الليلة في الآية الرابعة ثلاث آيات بين عظمة الخالق من عظمة خلقه الأرض السماوات تسخير الشمس والقمر رفع السماوات بغير عمد ترونها جعل فيها يعني في الأرض مد الأرض جعل فيها رواسي وأنهارا من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي شوفوا هيئ الجو هذا التهيئة جدا مهمة احنا نقرأ القرآن بسرعة للثواب مو للتدبر لما تقرا بالتدبر تكرر الايات تقول عجيب الخالقية اثبتها الرازقية اثبتتها هذه الايات الاولى الربوبية اهم شيء وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل الى اخره هذه الامور هيئت للقارئ الذي يقرأ سورة الرعد يهيئ أنه أنت أمام خالق وأمام رب مهيمن على هذا الكون كله مشكل فليش تتعجب إذا قال لك أنه هناك معاد هذا الله الذي استطاع كلمة استطاع شوية بعد بس ما عندنا كلمات حتى نستفيد اللغة ضيقة مع وسعة مع سعة اللغة العربية بس ايضا ضيقة بالنسبة اذا اردنا ان نخاطب الله سبحانه وتعالى. الله القادر الذي خلق الكائنات الله الرب الذي يدبر الامر يفصل الايات هذا اليس بقادر ان يخلقني مرة اخرى ويجمع التراب المتحول من عظامي واعضائي وجوارحي ثم يحييني مره اخرى وينقلني الى الى صعيد القيامه بعدين ايها الجاهلي الذي تقف امام رسول الله وين الدليل مالك؟ وين البرهان مالك؟ فقط تستشكل. أإذا كنا ترابا أئنا في خلق لفي خلق جديد. خلو شنو؟ نعم أنت في خلق جديد. أنا عندي دليل أنت ما عندك دليل. دليلي شنو؟ الله الذي خلق هذه الكائنات عنده قدرة مطلقة يعيدني مرة أخرى. في آيات أخرى هذا الشيء هواية في القرآن متكرر يعني اللي كانوا يطلبون من النبي يعني يستغربون قضية المعاد الجسماني. هذا إشارة إلى المعاد الجسماني يعني نحن بجسمنا وبأعضائنا وبجوارحنا وعروقنا وهذا الهيكل سوف نعاد أو نعود بقدرة الله إلى ساحة المحشر مو المعاد الروحاني كما يقول البعض في آية أخرى وضرب لنا مثلا يعني الجاهل يجي عند النبي جايب له عظام من المقبرة من الجبانة العظام ما الميت ما قبل كم سنة جابها عند النبي وفتتها فتت العظام عندما يتفتت العظام اللي هي من صايرة تراب يصير شنو رميم يصير رميم يعني ينتشر يعني يتفتت شوفوا شلون الله يمثل هذا الشيء في سورة ياسين آية 79: وضرب لنا مثلاً يعني الجاهلي وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه شنو قال؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، اخذ العظام بيده وقام يفتت والتراب طاح يا رسول الله قل يعني يا رسول الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة اللطيفة واحد من المفسرين خوش كلام عنده يقول الخلق من العدم أصعب من إعادة شيء موجود يعني مرة أنت عندك في مشكلة في جهاز عطل صاير به تصلحه مرة تخترع جهازاً اصلا الجهاز ما موجود انت تخترعه انت تسويه يا هو اصعب طبيعي خلق الجهاز اصعب من ترميمه من اعادته من تصليحه اذا انت تقدر تخ... انت تخلق ساعه طبعا الانسان ما يقدر يخلق ساعه ياخذ حدايد منا منا يسوي ساعه فرضا الانسان يسوي ساعه يخلق ساعه بعدين هاي الساعه تخرب تنكسر يا هو أصعب خلق الساعة أصعب أم إصلاح الساعة وتصليحها خلق الساعة أصعب شوف الآية هذه قل يا رسول الله هذا اللي جاي بالعظام ويفتت أمامك والتراب يطيح قل له نسي خلقه أولا أنت نسيت أنه أنت ما كنت وصرت لم تكن فوجدت بفعل الله وبإرادة الله ومشيئته قل يحييها الذي انشاها الانشاء يعني من العدم قل يحييها الذي انشاها اول مره يعني قبل ما تكون هذه الكائنات لم تكن وكانت يعني صارت بفعل الله وبخلق الله في ايه اخرى كما بدأكم تعودون شلون بدأكم تعودون مره اخرى وهو اهون عليه ايات كثيره اكو في القران حول هذا الموضوع نرجع الى الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان تعجب فعجب قولهم انت حقك يا رسول الله الم حقي الان اللي اقرا حقي ان اتعجب من كلامهم ليش لان كلامهم شنو فعجب قولهم هذا قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد شنو اذا تريد تسال سؤال استفهامي عندك هلا بك اهلا وسهلا نعم انتم في خلق جديد باي دليل انا عندي دليل دليلي شنو دليلي ان الله خلق من العدم فهو قادر ان يخلق مو يخلق بعد يعيد خلقي يعيد يعني انا أخو ما انتهيت انا صحيح متت لما اموت اموال انا اموت طبعا ها وقت الله يريد لما اموت اصير تراب ما يخالف فالتراب متحول من عظامي الله يعيده مره ثانيه شنو بيها يعني المشكله انه الاعتقاد بقدره الله المطلقه هذه مهمه هذا لازم نركز فيه عقائدنا إن الله على كل شيء قدير قدرة الله مطلقة فإذا صارت مطلقة بأي المطلقة مطلقة؟ لأن يعني هاي السماوات والأرض ومد الأرض وتسخير الجبال والرواسي وإلى آخره اللي قريناها في أول الآية في أول السورة بينت عظمة الخالق من عظمة خلقه صح؟ فهذا الخالق العظيم الذي له القدره لرفع السماوات بدون عمد ترونها بغير عفوا بغير عمد ترونها هذا ما يقدر أن يعيد التراب إلى سيد محسن الخاتم يصير مرة ثانية ويطلع إلى المحشر شنو بها يعني طيب المشكلة شنو أولئك الذين كفروا بربهم ما يقول كفروا بخالقهم أيضا كلمة الربوبية هؤلاء يكفرون كفر الربوبيه كثير من الذين كتبوا التفاسير تفسير القران هكذا يعتقدون انا ما اريد اقول حتما هالشكل يقول الحاد ما كان في الجزيره العربيه عند الوثنيين او الدهريين الوثني شنو؟ الوثني يعبد صنم يقول هذا الصنم يقربني الى الله فيعتقد بالله يعتقد بالله كخالق لو من تساله من خلق السماوات والارض يقول الله القدره المطلقه واحد يقول الله واحد يقول قاد واحد يقول خدا اي لغه المهم يعتقد بان هناك قدره خالقه لهذا الكون المشكله عند الوثنيين ما كانت مشكله الالحاد الالحاد يعني اصلا يقول الله ماكو ما المشكلة كانت في شنو؟ المشكلة كانت في الربوبية يعني كانوا يقولون الله خلق وراح ارتاح قلص ومع الأسف بعض اليهود أيضاً كانت عقيدتهم هكذا اللي الآية القرآنية تقول تشرح ذلك الربوبية كانت مشكلة أولئك الذين كفروا مو كفر إلحاد كفروا الربوبية كفروا بالربوبية ولذلك يقول سبحانه وتعالى: اولئك يعني الذين قالوا: أإذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد؟ كانت مشكلتهم مشكلة الربوبية، ما كانوا يعتقدون بالربوبية، ولذلك لا ي... لم يكونوا يصلون إلى عقيدة المعاد الجسماني. يقول الإنسان يموت خلاص بعد. واحد سألني هذه كلها جاهلية، قلت لا اليوم أيضاً نفس الشيء. كثير من الناس لا يعتقدون بالقيامة لا يعتقدون بالمعاد تقول له أنت مسلم يقول إيه أنا مسلم الله خلقني صحيح بس خلص أنا أدبر أموري بعد يعني لا يعتقد بتدبير الله بربوبية الله ولذلك لا يصل إلى المعاد لا يصل إلى القيامة لا يصل إلى أن هناك جنة وهناك نارا وهناك عذابا وهناك ثوابا واجرا ما يعتقد بهذا الشيء وهذا كل شيء يقدر يسوي اللي ما يعتقد بالع... بالقيامه اخواني واخواتي بعد يصير فلتان عنده كل شيء يقدر يسوي اذا ما سوى صدفه ما سوى والا المؤمن لا يمكن ان يظلم لا يمكن ان يتجاوز على حقوق الاخرين، ليش؟ لان يفكر اكو قيامه، اكو حساب، اكو معاد. اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم. الاغلاق جمع الغل. الحديده اللي كانوا يربطوها على العنق ويشدوها الى الايدي والارجل هذا يسموه اغلال جمع الغل. الانسان اللي كانوا يجعلون عليها الاغلال بعدين يودوه للسجن او للتعذيب او للسؤال والجواب الى اخره او للاعدام نستجير بالله هذا ما عنده قدره من نفسه بعد يمشوه انا شايف هالاشياء ياخذون ايده يمشوه هو ما يقدر يمشي لان ايده ورجله وعنقه مرتبط بالاغلال بالحدائق وحتى يخلون على وجهه ايضا يمشوه بعض الناس بالعصر الجديد همات هم يغطون عينه ايضا حتى ما يشوف شيء وين يودوه وين يجيبوه شايفين هذول المساجين طيب هذا في الظاهر اكو اغلال في اعماق الانسان اكو اغلال على فكر الانسان اكو اغلال على عقل الانسان هذه لازم واحد يتحرر منها من تلك الأغلال التي كانت في الجاهلية شنو كانت؟ التعصب الأعمى للآباء والأجداد آباءنا كانوا يعبدون هبل وأنا أعبد هبل العشيرة الفلانية كانت تعبد منات واللاخ عزة وهكذا أسماء الأصنام يعني فأنا نفس الشيء هذا غل هذا أغلال اللجاجه وعدم الخضوع للحق لكلمة الحق هذا غل هذا النوع من الأسارة أنت أسير أسير نفسك أسير جاهليتك أخاطب الجاهلي أقول يمكن أن تكون أو يكون تفسير هذه الفقرة من الآية الشكل الإنسان اللي يقول إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد ويكفر بالرب وبالربوبية هذا مخلي أغلال على عقله مقيد نفسه ما يقدر يتحرك ما يقدر يتحرر الإسلام إجي يحرر الناس يفك الأسر يفك الأغلال من أذهانهم ومن عقولهم واليوم احنا نحتاج اخواني ايضا تصفيه في النفس حتى الاغلال الموجوده في داخلنا تذوب هسه ما اريد ادخل في هذا الموضوع ولكن اشاره الصفات الرذيله في اخلاقنا هي اغلال الكبر مقابله التواضع العجلة مقابله التأني الخضوع للحق لكلمة الحق في مقابله التجبر على الحق هذه أغلال تشوف بعض الناس تريد تفهم في موضوع لا 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 ما أريد أفهم أصلا ما يستمع طب اسمع كلامي كلمتين أريد أحكي وياك لا 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 أبدا أنا صاير معي الشكل اقول له في اماننا، شو تسوي له بعد؟ واولئك الاغلال في اعناقهم هذا تفسير، التفسير الاخر انه في القيامه ايضا اغلال، وانا دائما اجمع بين التفسيرين، انا يعني اسلوبي في بيان التفسير، انا اخو مو مفسر هكذا افهم كانه يلزم ان نقبل الجانبين أولئك الأغلال في أعناقهم الآن في الدنيا الأغلاق على الفكر على العقل على التفكر ليش ما يتعقل ما يفكر لا يحرر نفسه من الرذائل حتى يفكر بصفاء بروية بتعقل يقبل البرهان يقبل الدليل تعصب ما عنده أي لجاجة ما عنده هذا يتحرر هذا يتقدم هذا يمشي هذا نقبله وايضا هاي الاغلال راح تصير اغلال في يوم القيامه في جهنم نستجير بالله "وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" ليش يا واحد ما يقبل بعدين توديه للنار نعم لان الكافر بالربوبيه او الملحد والذي لا يقبل الحق فقط فهذا كل شيء يسوي بعد يظلم الناس ياكل اموال اليتامى مثل الجاهليه عصر الجاهليه ما كان عندهم رحم اصلا يئدون بناتهم ليش البنت عار يسرقون يتجاوزون هذا العصر الجاهلي هذا معناته وعندما جاء الاسلام حرم الربا حرم التجاوز، حرم اكل مال اليتيم، حرم الخمر والميسر، حرم كل الرذائل فبعدين المجتمع تغير هاي الايه خلصنا منها اتصور عندنا مجال الايه السادسه نتلوها ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسن، هاي بعد عجيبه اكثر شلون قال اول شيء وان تعجب فعجب قولهم هذه بعد اعجب شنو اعجب؟ ذولة من لجاجتهم كانوا يقولون للنبي انت مو تقول انه اكو جهنم؟ اكو عذاب يجيكم؟ يلا جيب العذاب يا عاقل انت بدال ما تطلب الرحمه وكانوا يعتقدون بالله فقط عندهم مشكله عباده الاصنام وثنيين كانوا هل قد كانوا لجوجين وعنودين ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة يقول احنا جنة من الريد. مو تقول نار جيب النار مو تقول عذاب يجي يلا جيب العذاب شو تسوي مع هذا البشر يعني مثلا تجي تنصح مجموعة من الناس تقول يا ناس يا أحبائي اذا تسوون هذا الموضوع هذه الـ هذه الـ ترتكبون هذه الجرائم المجتمع يتحول الى عذاب يصير امراض يصير شيء 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 يقول خلي يصير هذا استدلال خلي يصير خل خلي يصير ما يخالف ويستعجلونك يعني يطلبون العجلة منك يا رسول الله شنو يردون بالسيئه يعني العذاب قبل الحسنه اصلا ما يريد الجنة يقول جيب العذاب اجى واحد في يوم الغدير لما نصب رسول الله عليا عليه السلام بالوصايه والاماره والامامه والخلافه اجى عند النبي قال يا رس يا رسول الله او قال يا محمد ما ادري قال هذا الذي نصبته عليا هذا من عندك ومن عند الله قال رسول الله أنا ما أسوي شيء من عندي كل ما أعمل من قبل الله وما يشاءون إلا أن يشاء الله النبي ينصب وصي لبعد وفاته من دون إذن الله هاي معقولة شلون هاي قال له الأعرابي يا رسول الله هذا من عندك أو من عند الله النبي بتواضع قال من عن عند الله قال إذا هالشكل فلتنزل حجارة وتقتلني سأل سائل بعذاب واقع هاي الآية يقال أنه نزلت في هذا الموضع بالفعل إجت حجارة ودمرته ومات إلى جهنم وبئس المصير يا يا جاهلي بدال ما تجد تقول يعني هل قد تعصب كان عندهم اللي ما يقبلون الحق علي يصير وصية رسول الله ما أريد أقبل خو تريد أقبل أقبل الهداية من الله قل يا رب أنا ما أجي أفهم اهدني نور قلبي خليني أفهم مو تقول يطلب حجارة من السماء هذا أيضا نفس الشيء ويستعجلونك يا رسول الله بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات احنا من نزل عذاب كانوا يطلبون عذاب استئصال يعني مثل عذاب عاد وثمود هذا والنبي كان ينذرهم قال إذا ما تقبلون الحق تظلمون الناس تأكلون أموال الناس تعبدون الأصنام يجي عذاب عليكم لأن النبي منذر ومبشر قالوا كانوا يقولون ما يخالف جيب العذاب الله يقول وقد خلت من قبلهم المثلات المثلات جمع المثله يعني العذاب الذي يبقى أثره هذا يسمونه المثلات ما شافوا وكانوا يروحون بالتجارة يشوفون في طريقهم آثار العذاب الذي نزل على أقوام سالفة وبعدين كانوا يسمعون من الناس القصص كانت تروى أن قوم نوح الشكل صار قوم عاد الشكل صار قوم ثمود الشكل صار وقد خلت يعني مضت في التاريخ من قبلهم من قبل الجاهليين المثلات يعني العقوبات بعدين شوف اخر الايه وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم الله الله اكبر ما اكرمك يا رب وما ارحمك اول يقول وقد خلت من قبلهم المثلات يعني راح العذاب صار في الأمم السابقة كأنه الله ما يريد يعذب هذا القوم تكريماً لرسول الله كما في الآيات الأخرى صلى الله عليه وآله ما دمت فيهم يقول وإن ربك يا رسول الله قل لهم إن ربك وذلك ما كانوا يعتقدون بالرب ما يقول وإن ربهم وإن ربك وإن ربك لذو مغفرة يعني هو عنده مغفرة يغفر الذنوب هذا النوع من التبشير أول يقول أغلال عندكم راح تصير نار عليكم أصحاب النار هم فيها خالدون وقد خلت من قبلهم المثلات يعني يعطي إنذار أنه أكو عذاب صار في الأمم السابقة بعد ذلك يقول أكو مجال أكو فرصة وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ يعني مع أنهم يظلمون ولكن يغفر طبعا بعض العلماء يقولون من هذه الآية استفاد كثير من العلماء أن حتى الذنوب الكبيرة تغفر طبعا بشروطها سأل الآن مو وقتها حتى نشرح وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ يعني يا ناس تعالوا ارجعوا ظلمت نفسك ظلمت الاخرين ارجع اترك الغي هذا بشاره ولكن دير بالك وان ربك لشديد العقاب حاله بين الخوف والرجاء دائما احنا كنا نذكر هذا الشيء ان القران والسنه النبويه واحاديث وروايات المعصومين تجعلنا في جو بين بين دائما هكذا خمسون في المئة رجاء لرحمة الله وخمسون في المئة خوف من عقاب الله هذه المعادلة إذا قدرنا نخلقها في ذواتنا نتقدم لا تصير عندنا جرأة في ارتكاب الذنوب حتى الذنوب الصغيره. ولا يصير لدينا يأس من رحمه الله. وانا اقول شيء اكثر وان رحمته سبقت غضبه. يعني رحمه الله واسعه بدليل هذه الايه. وان ربك لذو مغفره، ما يقول غافر يغفر لذو مغفره، صاحب الغفرة. صاحب الغفران ذو بمعنى الصاحب. لذو لامم لام التأكيد لذو مغفرة للناس كل الناس مو للمؤمنين على ظلمهم مع أنه ظلموا يرجع فقط يقرر ان يرجع وبعدين يموت ما يخالف كل ذنوبه تغفر لذو مغفرة للناس على ظلمهم ولكن اذا ما يريد يرجع وان ربك لشديد العقاب هذه انهينا الايه السادسه من سوره الرعد وكما وعدناكم في الليله الماضيه انه نبقى على اسلوبنا في كل السنوات الماضيه انه اخر المحاضره كنا نقرا روايه حديث للموعظه اللي كنا نسميها الموعظه الاخيره اليوم عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه جعفر بن محمد عليهما السلام يقول من اوثق عرى الايمان من اوثق من للتبعيض يعني بعض عرى الايمان ولكن اوثق اوثق يعني امكن احكم موثق محكم قوي عرى جمع عروه عروه يعني حبل وسيله. الانسان اللي يريد يصير مؤمن لازم عنده وسيله، لازم عنده عروه. عرى الايمان كثيره. عدم الكذب، عدم الكبرياء، عدم الظلم، عدم اكل مال اليتيم و و و اخره، مو شكل؟ هذه عرى الايمان. من اوثقها يعني من احكمها انه تريد عروه موثقه محكمه قويه أربعة أشياء من أوثق عرى الإيمان أولاً أنا أقول أولاً في الرواية ماكو أولاً أن تحب في الله يصير الشكل إذا إيماننا يكون قوي يصير خلي يكون أسلوب حبنا ملاك حبنا مو أسلوب ملاكات الحب خلي نوضحها عندنا أنفسنا ملاكات الحب لا ملاكات عاطفية مبتذلة هذه لا أن يكون حبنا لله فلان فقير ما حد يدير بال عليه بس خوش إنسان أنا لازم أحبه فلان غني بس سفاك الدماء ظالم يأكل أموال الناس ليش أحبه شوفوا هذا الفرق فلان يساعد الفقراء احبه وان لم يكن من عشيرتي لم يكن من اقوامي لم يكن من وطني ايضا احبه من اوثق عرى الايمان ان تحب في الله في الله يعني الملاك عندك الله يحب هذا الشخص وعمله او لا هذا مهم واحدة الثاني وتبغض في الله بغضك يصير أيضا لله واحد كان يقول لي أنت ليش تلعن أولا أنا ما ألعن القرآن يلعن آيات كثيرة في القرآن أكو حث على اللعن أصل أكو كلمة أن الله يلعن يقول لعنهم الله أكو في القرآن إلا عن نوع من الدعاء ليش نبغض الناس؟ واحد كان يقول لازم تحب كل الناس، لا انا ما احب كل الناس. انا احب المتقي. انا احب الظالم. يعني انا احب يصير الشكل احب نيرون الذي سفك الدماء. احب فرعون ما اجيب اسماء جديده. احب الذي سفك دماء الملايين من البشر، شلون احبه انا؟ بغضي لله. والبغض بدون ملاك هاي اثنين الثالث وتعطي في الله الرابع وتمنع في الله عطاؤنا لله يكون الآن في هذه الأزمة اللي إحنا نعايشها أكو ناس دا أشوف بال اه هاي الواتسابات تجي هاي مسوي لفت خير بارك الله فيك صوره وتصفيق وحفله وما شنو فلان مسوي مستشفى، قل ليش سوي لله استر الخير وملاكك في العطاء اعطي للمستحق، اعطي للمستحق وتعطي في الله واذا منعت يعني ما اعطيت وتمنع في الله يصير الشكل؟ نعم يصير من اوثق ارجع واكرر عن الامام الصادق صلوات الله عليه وعلى اولاده وابائه من اوثق عرى الايمان ان تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نحب في الله ونبغض في الله ونعطي في الله ونمنع في الله اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد الله حمدا لله، الله سبحان الله، 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 الله حمدا لله، الله سبحان الله